اللي بسأله برضو سؤال اعتقد ان الجماهير المصريه او جماهير الاهلاويه تحديدا نفسها تعرف اجابه للسؤال ده، هل هو صح ولا غلط؟ في لعيبه اتاثرت برحيل مانويل جوزيه كفكر كحب. Foram afetadas? E o que é que eu vou dizer sobre isso? أثرت مستواها الفني، ملقوش الحرية اللي كان مديها لهم مستر مانويل جوزيه، ملقوش الفكر، ملقوش المعاملة، تأثرت بأي شكل من الأشكال. شفت ده؟ النقطة دي مش هيبقى كويس إن أتكلم في النقطة دي. لا بشكل عام. بعد كده جه مدربين تانيين. اللي هو اللاعبين كان عندهم اداء معايا معين ومع مدربين تاني هيبقى ليهم اداء تاني، فمش هيبقى مرضي قوي اني اتكلم في النقطه دي. كل مدرب ليه فكره. مانويل جوزيه خلص فجي مدرب تاني بيحط فكره وطريقته، فطبيعي ان في لاعبين هيكملوا على نفس المستوى التنافسي ومستوى الاداء، وفي ممكن حتى ناس مستوى يتحسن وفي ناس مستواها ممكن يقل، فما اقدرش اجاوب على السؤال ده. اوكي اوكي انت يعني جاوبت مستر كواز غشبوندي.